طيب اخر خبر عايزه اخده في الجزء ده برضو متعلق بموضوع الذهب، ودي مساله برضو بتهم الناس في الفتره الاخيره. كان في قرار للدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه بالحظر على كل شخص طبيعي او اعتباري انه يمارس اعمال التجاره او التصدير او استيراد المعادن الثمينه والذهب والاحجار ذات القيمه الا بعد التسجيل لدى مصلحه دمغ المصوغات والموازين. القرار ده تبعته ايه على الاسعار؟ واحنا شايفين النهارده في اقبال كبير على سوق الذهب، ودي حاجه ملحوظه، وناس بتشتري وبتشتري السبائك وبتشتري الجنيهات، والاسعار عماله تعلى في الذهب يوم ورا التاني. ايه اللي بيحصل تحديدا في سوق الذهب؟ معايا الاستاذ عمرو مغربي عضو شعبه الذهب، اهلا وسهلا بحضرتك في 90 دقيقه. يا استاذ عمرو تاني عن... أيوة. ايوه اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه اللي بيحصل في سوق الذهب تحديدا وموضوع الارتفاع في الاسعار زائد بقى القرار الاخير من وزاره التموين، كل ده فرق ازاي في السوق؟ تمام. هو بالنسبه لقرار معالي الوزير ده، كانت الشعبه تلقت عده شكاوي من المواطنين بان هم اشتروا ذهب والذهب ده طلع مغشوش. قدرنا نعرف منهم ان اللي هم الناس بتشتري من على صفحات التواصل الاجتماعي من افراد مجهوله، ما عندهمش كيان، غير مسجلين بالغرفه التجاريه وغير مسجلين في مصلحه الضرائب. فنشدنا الوزاره بعتنا مذكرات للدكتور علي المصلحي ان لازم الموضوع يبقى مقنن اكتر من كده. ومن جانب الشعبه طلعت بيان حذرت الناس ان ما حدش يشتري من صفحات التواصل الاجتماعي من افراد مجهوله. ما حدش يشتري من الصفحات اللي على السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي، ما حدش يشتري ذهب. عشان نوضح برضو الصوره تبقى واضحه، في محلات كتير موجوده وليها صفحات وبتبيع اونلاين، دي أيوة. محلات موثوق فيها، دي ما فيهاش مشكله، الناس ممكن تشتري معاها. ولكن في بعض الافراد بيبيعوا بطريقه مجهوله، في كذا اكتر من. طب نعرف الفرق ازاي بقى؟ لا، لازم اروح للمكان نفسه اعرف اتاكد ان هو عنده محل، وبعد كده تبقى هنا تنشا الثقه ان هو عنده صفحه، او في اسماء كتير كمان معروفه. فكده ممكن المواطن يقدر يشتري. طيب من سعر الذهب ايه يا استاذ عمرو؟ لازم يكون في فواتير. سعر الذهب هيحصل فيه طبعا إيه؟ الفتره اللي فاتت عندنا في ارتفاعات في سعر الذهب، وده طبعا بعد الاحداث الجاريه في الاراضي الفلسطينيه، ده ادى لارتفاع البورصه، وصلت الوقيه ل 2005 دولار، وده طبعا ادى لارتفاع سعر الذهب مع التخوف من القادم، فبدا يبقى في اقبال اكتر على شراء الذهب. هيعلى في الايام اللي جايه؟ ما نقدرش نتوقع طبعا، ولكن في ظل الاحداث دي لو فضلت مستمره ممكن نشهد ارتفاعات اكتر شويه الفتره اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عمرو المغربي عضو شعبه الذهب على المداخله والقراءه.